في بيوت كتير دايما بيبقى فيها خناقات وصراعات على يومية، أتفه الأسباب، وحرفيا خناقات بأسباب ومن غير أسباب كمان. محدش بيبقى فاهم إن أنت عايز تذاكر أو بتبقى عايز هدوء نفسي الفترة دي علشان تعرف تذاكر، وكمان مش فاهمين إن أنتوا ممكن تكونوا بتتأثروا بالصوت العالي والزعيق. أنا يوسف، ودي الحلقة التانية من النفسية في ثانوية. لو أهلك دايما بيتخانقوا، مفيش استقرار في البيت، ودايما في صوت عالي على طول، فانت طبيعي جدا بتحس ان انت عايش مع اطفال مش عايش مع اب وام، وطبيعي كمان ان دي حاجة تأثر فيك نفسيا. هو كل بيت طبيعي يكون فيه مشاكل، بس مش كل بيت بيتعامل مع المشاكل دي صح. يعني بدل ما يتناقشوا مع نفسهم بهدوء وبعيد عنكم، لا، هما شخصيتهم كده، لازم ينفعلوا ويزعقوا قدامكم ويعملوا كل حاجة قدامكم. طيب، ما سألتوش نفسكم هما ليه كده؟ انا هجاوب على السؤال ده، لان اهاليكم ضحايا، حرفيا ضحايا نفس التربيه اللي هم اتربوا بيها في بيوت اهاليهم. برضو اكيد في بيوت اهاليهم كانوا بيتعرضوا لحاجات زي كده، كان دايما يشوفوا خناقات ما بين ابوهم وامهم مع بعض في البيت، وفي زعيق على طول، فهم حرفيا هم ضحايا، يعني نفس اللي كانوا اهلهم بيعملوه هم طلعوا لقوا نفسهم بيعملوه. مش في حاجه بقى زمان اسمها تربيه حديثه ولا كل الكلام اللي طالع ده، فكلهم اتربوا تحت ضغط نفسي وزعيق وضرب وكل حاجه. يعني حتى لو حد بيسمعني من الجيل بتاعهم هيكتب لي في الكومنتات ان هو فعلا اتربى على الزعيق والضرب. وطبعا هي مش قاعده على كل، انا بتكلم على الاغلب يعني. فانت لازم تتعامل معاهم على انهم ضحايا، ما تخليش الموضوع يغير منك او يخليك مكتئب او عصبي زيهم، بالعكس خليك بارد جدا، وكمان ما تخليش الموضوع يخليك مش عارف تذاكر. تعامل مع الموضوع بكل تجاهل جدا، ما تخلوش السلبيات اللي هم خدوها من اهاليهم تأثر فيكم. يعني لازم نبص لهم على انهم ضحايا، مش هم بيجنوا عليكم او ان هم قصدهم ان هم يعطلوا حياتكم. لو انت متربي في بيت كله قطايف ولطايف وحب والجو فيه هادي كده والدنيا تمام، فطبيعي ان انت هتبقى شخص هادي وبتعرف تنجز اللي وراك من غير ما تكون بتتأثر بأي حاجة حواليك. لكن هو محدش بيختار اهله للأسف، يعني والله محدش بيختار اهله. فانت بقى لازم تكون بارد، خليك مع نفسك، مذاكرتك، حياتك، في اوضتك، بلاش بقى دراما والكلام بتاع المجروح من عائلته لا يشفى ابدا، والكلام اللي احنا بنقعد نقوله ده. انت بكره هيبقى ليك حياتك، وحاول ما تبقاش زيهم، اتعلم من سلبيات اهلك، يبقى التجاهل والبرود النفسي، وتتعامل معاهم على انهم ضحايا، ضحايا لتربيه اهاليهم ليهم، وانهم مثلا مش عاملين عليك مؤامره عشان ما تعرفش تذاكر. فبالتفكير ده ممكن يكون الوضع معاك هيبقى افضل بكتير، بدل بقى ما تقعد تتاثر بكل حاجه وانت لسه هتشوف كتير. فخلي فيه حبة طاقة كده، يعني حبة طاقة كده حلوين للي جاي. شكرا لو كملتوا الفيديو للآخر، ياريت تعملوا شير مع أصحابكم لو تعرفوا أصحابكم بيعانوا مع مشاكل مع أهلهم بسبب الموضوع ده، ولو في أي مشكلة بتمروا بيها ياريت تكتبوها في الكومنتات عشان نرد عليها في فيديو. في كل حلقة هنتكلم عن الجانب النفسي خلال فترة الثانوية العامة. بس كده، أتمنى تكونوا استفدتوا. سلام.